وبشأن الرسائل المبطنة بين طهران وواشنطن في دير الزور واتخاذ سوريا ساحة لتصفية الحسابات، انضم إلينا عبر الهاتف من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل. أستاذ غزوان، مرحبا بكم. يعني في ظل القصف الجوي الأمريكي لقواعد تمركز القوات الإيرانية وأيضا الميليشيات الموالية لها في دير الزور، يقابله قصف صاروخي من الميليشيات الإيرانية باتجاه تمركز القوات الأمريكية، لكن السؤال المطروح كما جاء في التقرير، هل باتت دير الزور ساحة لتبادل الرسائل إن صح التعبير؟ تحياتي لحضرتك كل الأخوة المشاهدين. بالتأكيد يعني سوريا كلها ساحة صراع للمصالح والقوى الدولية، وبطبيعة الحال تعتبر دير الزور واحدة من هاي المساحات اللي بيتم فيها تبادل الرسائل بين القوى المتصارعة على الأرض السورية، وهي في هاي الحالة اللي نحن بصددها إيران والولايات المتحدة، خصوصا أنه منطقة دير الزور تعتبر منطقة مهمة جدا للمصالح الحيوية الإيرانية بوصفة عقدة الصلة والتواصل ضمن ما يمكن تسميته محور طهران البحر المتوسط. نعم أستاذ غزوان، مع اشتداد الضربات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة، لكن هل لتأزم مباحثات الملف النووي الإيراني دور في هذا التصعيد برأيكم؟ بكل تأكيد، وكل ما كان هناك انسداد في المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي يمكن أنه نتوقع ضربات محدودة بين الطرفين بتذكر فيها يعني أو من خلالها. نعم. إحداها الأخرى بوجودها وأثر هذا الوجود وضرورة أن يلحظ هذا الوجود في العملية التفاوضية، فبالتأكيد يعني الموضوع ذو صلة كبيرة في المسار التفاوضي. أستاذ غزوان، تزامنا مع ذكرى مقتل قاسم سليماني، شهدت دير الزور تصعيدا جديدا من قبل الميليشيات على الرغم من أن مسيراتها لم تحدث أثرا في القاعدة الأمريكية، لكنها تصر على إطلاقها. هل هناك رسالة معينة أرادتها الميليشيات من هذه الهجمة؟ هلا إيران تريد أنه تستثمر في ذكرى مقتل سليماني أمام جمهورها يعني، وتتحقن على أنه هي عم تتحدى قوة عظمى وبتهدد مصالحها، وبنفس الوقت هي عم ترسل رسائل غير موجعة غير مدمة للأمريكان بهدف تليين مواقفهم في العملية التفاوضية المتعلقة بالملف النووي. في المقابل يعني أين تقع معادلة النفط والفوسفات في هذا الصراع المحتدم؟ يعني بتقديري مسألة النفط ليست بذات أهمية لإيران أبدا، كما أنه هي ليست بذات أهمية أيضا للولايات المتحدة، إلا من زاوية أنها بتغطي من خلالها عملية تمويل ميليشيات قسد. ربما يكون الفوسفات أكثر أهمية لإيران كواحدة من الاستثمارات اللي بتعوض من خلالها أكلاف موقفها ودعمها للنظام السوري، لكن تبقى المناكفات مرتبطة بهدف أساسي هو الاتفاق النووي واعتراف الغرب عموما. نعم. وأمريكا بشكل خاص بدور حيوي لإيران في المنطقة. أستاذ غزوان، توقع الكثيرون بعد سحب بايدن قواته من أفغانستان أن يكون الدور على سوريا، لماذا لم يتخذ مثل هكذا قرار في سوريا؟ هل فعلا الحرب على الإرهاب مبرر مقبول للإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا؟ يعني لا أعتقد أنه موضوع الحرب على الإرهاب دور بهذا المجال، يعني ما تزال الولايات المتحدة بتقديري تبقي على وجود رمزي في شرق سوريا لقواتها بهدف أن تبقى فاعل مهم وأساسي في تحديد ملامح التسويات الكبرى للمنطقة، واللي بتكون مرتبطة بالضرورة بحسم موضوع الملف النووي الإيراني وطبيعة مساحة الدور اللي ممكن يكون متاح لإيران في تلك التسويات ودور الوظيفي في المنطقة عموما. عبر الهاتف من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لكم.